علوش حبيبي. انت مين بتحب اكتر حدا بالعالم كله؟ دينجرات. ديناصورات نيالو. مش لا مش لا ديناصورات طبعا. جد عن جد مين بتحب؟ مين بتحب اكتر حدا بالعالم؟ بابا وانتي. طب ليش انت بتحب بابا وماما؟ بعتنها بوبوسه وبوديني كل يوم على المول. واحنا انا وبابا بنلعب معك. شو بنلعب؟ بنلعب معك احنا دائما تختار. شو كمان؟ ديناصورات. وكمان ديناصورات. نعمل حالنا نقلب حالنا ديناصورات. اوكي. إيه شو كمان؟ نلعب باي بادي جيمز. وبنلعب معك جيمز. المهم احنا بنلعب احنا وياك صح؟ وبتكون مبسوط كثير لما نلعب معك انا وبابا. بتحب وبيترس. طب وبتحب كمان احنا نلعب معك؟ وبتحب. صح. بتعرفوا ايش اجمل شعور؟ اجمل شعور لما الطفل يشعر انه فعلا امه وابوه بحبوه، بيهتموا فيه. مش بس انا بدي اشتري لك لعبه واعطيك اياها وخلص روح العب فيها، لا، الطفل بحب يشعر بمحبه اهله باتجاهه. Love you. I love you too. أطفالنا ما رح يذكروا إنه أنا شريت له بدلة بنايك أو أديداس أو غيرها بقيمة 500 ريال في هاي المناسبة، ولا رح تفرق معاه إذا شريت له بدلة بسعر أقل بشوي بمئة ريال مثلا. ما رح يذكر كمان إنه أنا عملت له أفخم عيد ميلاد وأكبر كيكة وأوبن بوفيه وكلفني المبلغ الفلاني، ولا رح يذكر إنه أنا كمان عملت له كيكة صغيرة بالبيت. ما رح يذكر إن أنا شريت له أغلى لعبة من هذا المكان، ولا رح تفرق معه أصغر لعبة. السعر ما رح يفرق بالنسبة للطفل، ولا اللعبة اللي أنت شريتها للطفل رح تفرق. لكن أطفالنا شو رح يتذكروا؟ رح يتذكروا اللحظات العائلية اللي فيها إمه وأبوه كانوا حواليه بكل لحظة، في وقت إمه حممته، في وقت إنه أبوه كان يعطيه حضن، في وقت إمه تسرح له شعره، تنبسط على انبساط ابنها، حتى لما الأم تحضن ابنها لما يكون هو مريض، حتى لما الأب يحضن ابنه لما ابنه ينضرب من أصحابه، حتى ضحكة الأم والأب قبل النوم بتفرق كتير مع الطفل. وإنك تعطي طفلك أيضا بوسة قبل النوم وبعد ما يصحى وتقرأي له قصة قبل النوم، هذا كله بيفرق مع طفلك. وهي الشغلات ما بتاخد منك دقايق، ربع ساعة رح تترك بصمة كتير كبيرة بطفلك. العائلة السعيدة، العائلة الصح، العائلة الحقيقية اللي بيكون أساسها بنمبني على أساس من الحب، المودة اللي بناتهم، وليس على أساس الماديات والتبذير المفرط والمبالغة بشراء الألعاب، لأنه هاي كل هاي الشغلات ما بتفرق بالنسبة للطفل، لأنه يمكن تاني يوم تنكسر اللعبة ويكبها الطفل. شوف فايش استفاد الطفل؟ راح أطفالنا راح يكونوا أسعد أطفال بالكون إذا كان في علاقة محبة وود بين الأب والأم والطفل. هيك بتكون عائلة متكاملة محبة، وحتى أنت بتزرع بطفلك الحب، مش بتزرع في طفلك إنه كل شيء بنشره بالماديات. أنا بدي أعطيك بوسة بس عشان تعطيني بوسة إني أنا شريت لك لعبة، لا، بدك يعطيكي هو بوسة وأنت تعطيه بوسة، تحضني على أساس إنه يشعر في تناغم وحب بيناتكم. علوش شو بتحب تحكي لكل أم وأب؟ حبوا الناس. حبوا الناس وحبوا أولادكم صح؟ وضلكم أعطونا حب. وبشو كمان؟ بوسة. وبوسة. وكمان قولهم اقرأوا لنا كمان قصة قبل النوم صح؟ قولهم بس لو مدة قديش؟ لو مدة قديش تايم يكون؟ 5 minutes. 5 minutes هذا لازم تصحي عشرة يسوي عشرة يركض يركض بسرعة. بس أنا هيك اليوم قدمت لكم نصيحة بسيطة بهذا الفيديو لحتى يكونوا أطفالنا سعداء، فإحنا لو نلعب كل يوم معهم 5 دقايق هيك تركي بصمة حلوة بنفسية طفلك، لحتى طفلك يصير بكرة حنون ويحب أهله ويحب إخوته صح؟